انا كميه كبيره اليوم والنبات صغير لما يكون هيك طوله سنتيين ثلاثه راح ياخذ 5% 10% من السنه. اذا كان صار مطر كثير معناتها انغسل. نحن نقوم بدورات زراعيه في ريف حلب الشمالي لتوعيه المزارعين عن زراعات المحاصيل النجيليه وخاصه القمح ومحاصيل الخضار الشتويه وما شابه بما فيها من خدمات زراعيه وامراض وحشرات واصابات وتسميد بما يفيد المزارع، وخاصه هذه الايام ان الندوات والدورات في هذا الشكل معدومه تماما الا ما قامت به بعض المنظمات ومنها هذه المنظمه الشفق وغيرها لايصال المعلومات الزراعيه للمزارعين وهي صحيحه تكون ومدروسه وعبر سلايدات وعبر التصاوير وايضا متابعه المحصول من اوله الى اخره حتى يستفيد المزارع من جميع مراحل الزراعه ولا يخسر شيء من انتاجه ويحصل على الربح، وخاصه نحن في هذه الايام نحتاج الى الامن الغذائي وخاصه ماده القمح وماده الطحين التي يهدد بها المزارع السوري او المواطن السوري، ونحن نؤمن هذه الماده عن طريق زراعتها وتأمين بدارها أو أسمدة وما شابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل يفيد المزارعين وخاصة تكون خطوة أولى في الريف الشمالي ومن ثم تنتقل إلى بقية الأرياف في حلب المحررة الريف الجنوبي والغربي والشرقي وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل مكتملا في نهاية الموسم يستفيد منه جميع المزارعين، ولكم الشكر وبارك الله فيكم. نحن جينا نحضر ندوة زراعية نستفيد من الأخوة عمال يعلمونا يعني على الزراعة شلون نستعمل الدواء شلون نستعمل نزرع شلون نسوي. الحمد لله يعني لازم يضلوا يجوا هيك نتعلم نستفيد أحسن ما كل واحد يزرع لحاله.